عبارة ممتازة جميلة جدا. شكرا للفريقين، مبروك للشباب الفوز، خلوا فر الخليج ألف ألف مبروك جمهور النصر. المدرب من أول أنا مطالب فيه، المدرب ما نبغاه، أنا من أول أستاذ علي برنامجكم هذا المنبر الإعلامي، المدرب هذا ما عاد عنده شيء. أنا قلتها كم مرة أسأل أستاذ عماد من المدرب الجديد. شكرا يا أبو أستاذ علي. مع احترام الشديد يا محمد الشيخ، الحين المذيع يسألك عن وجود جارسيا أو رحيلة. أنت دخلت في الهلال وأبطال آسيا والمعيوف قال وفلان قال وذاك راح مدري وين منوك ثم رجع ثم ذاك راح الجدة وسأل الناس هناك ورجع. وش تحس فيه أنت بارك الله فيك؟ سؤال واضح، قال لك جارسيا إيش رايك؟ بس أنت شطحت روحت، خليك اترك التعصب. هدي للشيخ، هد بارك الله فيك. هد احنا للأمانة انتهى وقتنا، ولكن كان لابد نسمع صوت الجمهور. نقول شكرا عماد السالمي، شكرا لك، شكرا ابو خالد غرم العمري، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. محمد الشيخ حبيب قلبي علي، بس معليش يستاهل بشكل سريع جدا. بشكل سريع، انا لما اجبت لم اجب على فقط سؤال علي، انا اجبت حتى على مداخلة اخوي عماد واخوي غرم، وبالتالي اعطيت رؤية لكل ما طرح في هذه النقطة وعلى راسي يا حبيبي. والموضوع مش متعصب، ولكن أعود، لا يمكن أن أضع الهلال في قرارات الإدارية وفي إدارة مثل النصر أو حتى أي نادي آخر حقيقة، وليش أعتقد الشباب يشاطرون الرأي. هناك قرار إداري وفني في الهلال يختلف عن كثير من الأندية. شكرا محمد الشيخ، شكرا لكم أنتم. بكرة موعد جديد إن شاء الله في أكشن مع وليد. تصبحوا على خير.